بشأن أزمة الزراعية وأزمة المياه. معنا بخصوص هذا الموضوع هاتفيا من بغداد الكاتب والباحث السياسي سيد صباح العقالي. مرحبا بك سيد صباح. إذا نبدأ من تقرير وكالة رويترز التي أكدت أن الجفاف وأزمة المياه والإهمال الحكومي قد أدى إلى موت الزراعة في العراق، بينما تلقي حكومة العبادي باللائم على دول الجوار. إلى أي مدى ترى أن مسوغات الحكومة مقنعة؟ نعم، بسم الله الرحمن الرحيم. حياكم سيدي الكريم ولقناة غافدين الفضائية. يبدو بأن قضية المياه ومشكلة المياه وأزمة المياه هي لم تكن وليدة اليوم، بل هي تعاني العراق من أزمات كبيرة جدا مع الجانب التركي، وكذلك يبدو بأن تركيا تأخذ جانب الحرية فيما يخص إطلاقات المياه إلى العراق، وبسبب تنصلها على اتفاقات ما بين العراق وتركيا التي تلزم الجانب التركي بإطلاقات المياه، وكذلك كان هنالك تحديد فيما سبق فيما يخص كمية المياه التي تطلق إلى العراق التي تقدر كميتها ب 27 مليار متر مكعب من المياه. وبالتالي الجانب التركي حقيقة من ضمن الاتفاقات مع العراق بأن يكون هنالك موافقات من قبل الجانب العراقي فيما يخص إنشاء السدود على نهري دجلة والفرات باعتبار بأنه دولة المنبع، لكن يبدو بأن تركيا لم تلتزم وأقامت ما يقدر 20 سدا على نهر دجلة و20 سدا على نهر الفرات. واليوم نشاهد بأنه أزمة نعم. ولكن ألا ترى أن السياسات الحكومية في السنين الماضية يعني كان لها دور كبير في الوصول إلى ما آلت إليه الزراعة في العراق؟ نعم، يبدو بأن الحكومة هي اكتفت ما تمتلك من السدود في إطلاقات المياه وكمية المياه، وكذلك بأن وزارة الموارد المائية أعلن ضمن خبراء بأن العراق لا يحتاج إلى بناء سدود على هذه الأنهر، وكذلك بأنه كميات المياه هي كافية لو أطلقت تركيا الكميات التي يحتاجها العراق. لكن في هذه السنة حقيقة هنالك معاناة وقضية أزمة شحة المياه وقلة الأمطار هو أثر بشكل كبير جدا على العراق فيما يخص استثمار كمية المياه المخزونة في السدود وفي المسطحات المائية. ويبدو بأن هذه الأزمة هي أثر بشكل كبير، وكان العامل الرئيس والمساعد في زيادة الأزمة ومعاناة العراق من قضية المياه بسبب إقامة هذا السد، سد أليسو الذي سوف يطول الملا إلى سنة ونصف، وبالتالي سوف يكون العراق أمام أزمة كبيرة جدا. وكذلك هنالك رهانات بأن يكون هنالك تفاهمات ما بين الجانب التركي والعراقي بكمية المياه والتعاطي مع الجانب التركي من أجل الإسراع بملء السد أو إطلاقات المياه ضمن الإمكانية المتاحة من قبل الجانب التركي. وهذا حقيقة تصبح لها تفاهمات ما بين الجانب التركي والعراقي فيما يخص قضية إطلاقات المياه، وكذلك وجود علاقات سياسية وتجارية واقتصادية ما بين الجانبين، ويبدو بأن هنالك تفاهمات ما بين الجانبين من أجل الخروج من هذه الأزمة باتجاه زيادة إطلاقات المياه للعراق وبالتالي تجاوز هذه الأزمة. شكرا جزيلا لك من بغداد الكاتب والباحث السياسي سيد صباح العقالي.